البداية من التطورات الميدانية، فقد أظهرت مقاطع وفيديو على الإنترنت إفراج حركة طالبان عن عدد من السجناء من سجن قندهار جنوبية أفغانستان بعد سيطرتهم على المبنى. وكان مسلحو الحركة قد كثفوا هجماتهم على المدينة، ودارت اشتباكات عنيفة في عدد من أحيائها موقعة عشرات القتلى والجرحى. إلى ذلك، سيطرت حركة طالبان على مدينة فيض أباد عاصمة ولاية بدغشان الاستراتيجية في أقصى الشمال الشرقي لأفغانستان. من جهته، قال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن طالبان ستعاقب كل من يهاجم السفارات والمؤسسات الدولية في البلاد. وعلى صعيد متصل بالتطورات الميدانية، وصل الرئيس أشرف غني إلى مدينة مزار شريف أكبر المدن في شمال البلاد التي تتعرض هي الأخرى لهجوم من حركة طالبان. فيض أباد تاسع مدينة تستولي عليها طالبان، يتجول عناصرها في مقر الحكومة. كل شيء يدل على أن العناصر الموالية للنظام تركوا المكان على عجل. تعزز الحركة مكاسبها في الشمال الأفغاني، تسيطر على المدن والمنشآت الاستراتيجية منها مطار قندز العسكري المحصن. هناك استسلم مئات الجنود، وغنمت الحركة تجهيزات عسكرية إضافية توطد عبرها حضورها في المنطقة وبين الناس. أؤكد للناس أن نظامنا يتسع للجميع، ليس هناك مكان للتمييز على أسس قومية أو طائفية أو حتى مناطقية في الخط الذي تتبعه الإمارة الإسلامية. الشمال الأفغاني المتشكل من فسيفساء إثنية وعرقية محط اهتمام طرفي النزاع. 7 من 9 مدن أخضعتها طالبان لحكمها تقع في الشمال، وتسعى نحو المزيد، ما دفع الرئيس غني لزيارة مزار شريف المدينة التي تقع تحت النار والحصار من طالبان لمتابعة الوضع الأمني هناك. فيها اجتمع بزعماء الحرب السابقين. يبدو أن تحالف الشمال عائد إلى الواجهة مجددا. طالبان كلما جاءت إلى الشمال وقعت في الفخ، هذه المرة أيضا لن يستطيعوا الخروج منه. يعود رموز الحرب الأهلية الذين قاتلوا طالبان إلى المشهد مجددا، لكن في ظل وضع مختلف كليا عن تسعينيات القرن الماضي. ما جرى في فيض أباد وما يجري بعموم أفغانستان هو نتيجة ضعف الإدارة ومشاكل أخرى، وتظهر كم الأوهام التي نسجت للشعب الأفغاني خلال 20 سنة واستغلتها طالبان. تنتظر المدن الأفغانية مصيرها في الجنوب بعد تقدم مقاتلي طالبان في قندهار وأورزغان وغزني وسط البلاد، ولا يبدو الحال هنا في كابول مختلفا، فالانتظار سيد الموقف. يتابع سكان العاصمة الأفغانية مجريات حرب ما تزال بعيدة عنهم، لكنهم يدفعون ثمنها ارتفاعا في أسعار الوقود والغذاء وقلقا وترقبا لما سيؤول إليه مصير مدينتهم. جواد جوالي، العربي، كابول. وفي سياق المفاوضات بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية، قال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة إن طالبان ملتزمة بمسار المفاوضات في الدوحة وإنها لا تريده أن ينهار. وأكد عضو وفد الحكومة الأفغانية في المفاوضات أن الحكومة تطالب بوسيط في المفاوضات ليحدد جدية الأطراف. تأتي هذه التصريحات بينما تتواصل لقاءات موسعة في العاصمة القطرية بشأن أفغانستان لبحث آخر تطورات الملف في الأفغاني في ظل المعارك الجارية بين القوات الحكومية وطالبان. وقال المتحدث باسم لجنة المصالحة الأفغانية، قال إن هدف الحكومة في كابول تحقيق السلام، وإن الحرب فرضت عليها وهي لذلك تشارك في اجتماعات الدوحة. مشاركتنا في الاجتماعات المتعددة في الدوحة هي لإيصال صوت جمهورية أفغانستان الإسلامية إلى مسامع بلدان المنطقة والعالم بأننا دعاة سلام، والحرب قد فرضت علينا ويجب أن تتوقف. هذه الحرب ليست في مصلحة أحد، ويمكن أن تلحق أضرارا تهدد المجتمعين الإقليمي والدولي، لذلك نحن مع السلام.
نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن أن مسؤولي الجيش والأمن القومي في الولايات المتحدة مصدومون لسرعة تقدم طالبان. وأضاف الموقع أن ثقة المسؤولين الأمريكيين ضعيفة في قوات الأمن الأفغانية، مشيرين إلى انعدام الكفاءة والتنظيم وضعف مهارات الاتصال التي تعرقل تنسيق الدعم الجوي الأمريكي. من جهتها كانت موسكو قد أشارت في وقت سابق من اليوم إلى التعامل بحذر تجاه التطورات في أفغانستان، وأن طالبان تعهدت بعدم مهاجمة الأراضي خارج أفغانستان بعد أن سيطرت على الحدود مع طاجكستان وأوزبكستان. تنضم إلينا شبكة مراسلي العرب من كابول جواد جوادي، ومن الدوحة سونيا الوافي، وزيد بنيامين من واشنطن، ومحمد حسن من موسكو. أبدأ معك جواد من تفاصيل التطورات الميدانية الأخيرة. نعم، التطورات الميدانية في أفغانستان على أشدها خلال الساعات الماضية. سيطر مسلحو طالبان على مدينة فيضابات مركز ولاية بدخشان بعد معارك عنيفة كسروا خلالها الحزام الأمني المحيط بالمدينة، وتمكنوا من الاستيلاء على المقار الأمنية والمقار الرسمية في تلك الولاية. هذه الولاية الاستراتيجية التي تقع في الشمال الشرقي للبلاد وفيها الحدود مع الصين، هذه الدولة الكبيرة التي من متوقع أن يكون لها دور في مستقبل أفغانستان، ولها لقاءات مع حركة طالبان، كذلك مع بموازاة اللقاءات التي تجريها مع باقي المجموعة الإقليمية والدولية. طبعا في شمال أفغانستان هناك تطورات أخرى أيضا. الحركة خلال الساعات الماضية سيطرت على مطارين، أحدها مطار قندز والآخر مطار جوزجان، وبذلك أحكمت السيطرة على تلك المدن. 7 من 9 مدن تستولي عليها طالبان تقع في شمال أفغانستان، ولذلك فإن الاهتمام منصب من قبل القيادة الأفغانية لإجراء تغييرات وتعيينات اللازمة من أجل صد الهجوم الذي تمارسه طالبان وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ولعل ذلك دفع الرئيس الأفغاني لزيارة مدينة مزار شريف، هذه المدينة هي مركز المدن في شمال أفغانستان، والرئيس خلال زيارته إلى هناك كان له لقاءات مع قادة الأحزاب والتيارات السياسية والتي يتوقع وليركز عليها النظام من أجل إنقاذ الوضع هناك في شمال أفغانستان، ويجري الحديث عن تعزيز ودعم القوات ووحدات المتطوعين من أجل صد هجوم طالبان، لا سيما وأن القوات الأمنية الأفغانية تتعرض لكم كبير من الخسائر منذ بدء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان مطلع أيار مايو الماضي وحتى الآن خلال الضربات وجهتها الحركة في العديد من المدن سواء في الشمال الأفغاني وغيرها من المناطق في غرب أفغانستان وأيضا في جنوب أفغانستان. وحركة طالبان تحاول الانقضاض على المدن بالتزامن مع قرب الاكتمال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان نهاية الشهر الجاري. نعم جواد، تحول إلى الدوحة مع سونيا. يعني ضعينا أيضا في صورة المحادثات المقابلة لهذه التطورات الميدانية، خصوصا وأن الوفد الحكومي الأفغاني يقول الآن بضرورة أن يكون هناك وسيط معين لتحديد جدية الأطراف في هذه المفاوضات. نعم، بتزامن مع ما يجري في الميدان واستمرار حركة طالبان في التوسع داخل الأراضي الأفغانية، تستمر هنا المفاوضات والمباحثات الأفغانية برعاية رباعية بين موسكو والولايات المتحدة والصين، وكذلك باكستان تقود الدوحة طبعا وتحتضن هذه المفاوضات. ما قلته منذ قليل أن الحكومة الأفغانية تطالب بوسيط بين الحركة وبين الحكومة، عكسه تماما ما صرحت به حركة طالبان وممثلة في أحد أعضاء الوفد الموجودين في الدوحة والناطق باسم الوفد محمد نعيم، الذي قال بأن الحكومة الأفغانية هي من ترفض وجود وسيط، وبأن الحركة طالبت منذ وقت بوسيط بينها وبين الحكومة الأفغانية من أجل الوصول إلى حل سياسي. هناك تباين كبير واختلاف كبير بين ما يجري على الميدان
وبين التصريحات التي تتم هنا في الدوحة سواء من الحكومة الأفغانية وكذلك من حركة طالبان وهو ما صرحت به القوات المسلحة البريطانية التي لا تشارك طبعا في هذه المفاوضات، ولكنها قالت بأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الفرق بين الوفد السياسي لحركة طالبان الموجود في الدوحة من أجل المفاوضات وبين القوات العسكرية أو المقاتلة في أفغانستان التي تستعمل العنف من أجل الوصول إلى السلطة. حركة طالبان تصرح منذ قدومها إلى الدوحة ومنذ قدوم وفدها إلى الدوحة السنة الماضية وحتى استمرار المفاوضات في هذه الجولة بأنها لا تريد الوصول إلى السلطة بحلول عسكرية، ولكن في حال عدم وجود حل سياسي فإنها ستستمر في استعمال الحل العسكري والقوة من أجل الوصول إلى السلطة. كذلك الحكومة الأفغانية يعني ما ينفك الجانبان في تراشق التهم. الحكومة الأفغانية تقول بأن الحركة هي من تستعمل العنف، في انتظار طبعا بيان ختامي سيصدر غدا عن الرباعي الموجود الراعي لهذه المفاوضات وكذلك حركة طالبان والحكومة الأفغانية. نعم، إلى واشنطن مع زيد. زيد، يعني هل صحيح بالفعل كما ذكر موقع أكسيوس بأن المسؤولين العسكريين والمسؤولي الأمن القومي يشعرون بصدمة من يعني تقدم طالبان على القوات الأفغانية، علما أن تقارير سابقة عسكرية كانت تقول بأن القوات الأفغانية بعد الانسحاب الأمريكي لن تصمد أكثر من 6 أشهر ربما، أم هم المسؤولون السياسيون من يشعرون بصدمة الآن؟ نعم نجلاء، بطبيعة الحال يعني خلال الساعات 24 الماضية سمعنا تسريبات كثيرة من يعني الصحف الأمريكية، خصوصا بعد تصريحات الرئيس بايدن التي أعلن فيها أنه لا يندم على قراره الانسحاب من أفغانستان. ربما يعني التقييم، هناك تقييمان استخباريان نشرا قبل في الساعات الماضية. التقييم الأكثر قتامة نشرته CBS الأمريكية التي قالت بأن يعني التوقعات الأمريكية بأن تسقط كابول خلال شهر من الآن بيد طالبان، بمعنى أنه في 11 سبتمبر المقبل، الذكرى العشرون لهجمات 11 سبتمبر، ستكون كابول بيد طالبان في أكبر ضربة معنوية للولايات المتحدة. كما توقعت أيضا التقييمات الاستخبارية الأمريكية بأن كل أفغانستان ستسقط بيد طالبان بعد نحو 2 شهر من الآن كحد أقصى. فبالتالي التقييمات هي قاتمة للغاية وتتسرب كثيرا خلال الساعات الماضية، وهذا يشير إلى اختلاف لدى القيادة العسكرية الأمريكية في الرؤية مع القيادة السياسية التي يمثلها الرئيس بايدن والذي يعني لا يريد الانسحاب. وقبل قليل ربما المتحدثة باسم البيت الأبيض تحدثت نيابة عنه قائلة بأن الولايات المتحدة لن تغير مسار الانسحاب من أفغانستان، وبالتالي يعني المسار هو نحو هذا المستقبل القاتم للقوات الأفغانية ولكابول بالتحديد في ذكرى مهمة هي ذكرى 20 يعني بدء الحرب على الإرهاب، وهي الحرب التي يريد بايدن أن يضعها خلفه ويتفرغ للصين. نجلاء، نعم، في موسكو محمد، كيف هو الموقف؟ يعني تفاصيل أكثر عن ما قال به وزير الدفاع الروسي، خصوصا أن الموقف السابق من موسكو كان يقول بأنه طالما حركة طالبان لم تتجاوز الحدود فيمكن التعامل مع أي حكومة ربما مقبلة لطالبان، أو على الأقل هذا ما فهم من التصريحات والمواقف الأخيرة الروسية. نعم، في تصريح وزير الدفاع اليوم لم يكن مختلفا كثيرا عن التصريحات السابقة. تصريح وزير الدفاع جاء خلال منتدى شبابي، أي أن أساس الروس لا يفوتون فرصة للتذكير بموقفهم، هم من جهة يحذرون طالبان ومن جهة أخرى يدعون للحوار والحل السياسي. تصريح وزير الدفاع اليوم يقول أنه طالبان وعدتنا بأن لا تتجاوز الحدود الشمالية لأفغانستان، ولكن رغم ذلك علينا أن نكون مستعدين. في تصريحات سابقة له
تحدث عن أن روسيا ستقدم كل الدعم للجمهوريات التي لديها حدود مشتركة مع أفغانستان، أوزبكستان وقرغيزيا وطاجيكستان. نذكر بأن روسيا لديها قاعدة عسكرية في طاجيكستان منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، لم تغادر من هناك، وكذلك هناك قاعدة عسكرية في قرغيزيا. هاتين الدولتين المجاورتين للحدود الشمالية الشرقية. من جهة أخرى، روسيا تعتبر أنه لا يمكن للتوصل إلى حل داخل أفغانستان إلا الحل السياسي، ومن هنا أرسلت مبعوثها إلى مفاوضات الدوحة غدا. ولكن يبدو من تصريحات وزير الدفاع والمسؤولين الأمنيين بأن روسيا لا تؤمن كثيرا بإمكانية التوصل إلى حل يمكن تطبيقه على الأرض، لذلك دائما تسعى لاتخاذ جميع الاحتياطات العسكرية في الميدان، وفي نفس الوقت تقوم بمحاورة حركة طالبان. وفد من حركة طالبان كان في موسكو في مطلع الشهر الماضي، وتم الحديث والحوار معه على مستوى الخارجية، رغم أنه لم يكن هناك مؤتمر صحفي مشترك، وإنما كان المؤتمر فقط لحركة طالبان، وهي إشارة من موسكو بأنها من جهة هي لا تعترف رسميا بهذه الحركة وتعتبرها حركة محظورة، ولكن في مفهوم السياسة الحقيقية التي تتعامل بها روسيا ترى في هذه الحركة قوة فاعلة على الأرض ولا بد من التعامل معها. ومن هنا تلك التصريحات التي سمعناها مؤخرا بأنها مستعدة للتعامل مع أي قوة تصل إلى السلطة في أفغانستان، ولكن في نفس الوقت دائما تنادي إلى أن يكون هذا الوصول عبر السبل السلمية والدبلوماسية. شكرا لشبكة مراسلية تلفزيون.